قال لك واحد الانسان ما يعرفش فرنسي هي او ميم طون شغل يحوس يتعلمه مريح مع صاحبه في الدار قصارين. من بعد كي كملت السهره جا صاحبه يحل عليه في الباب باش يروح. كي جا راح يفتح في الباب لقى بنو عند الباب دل بنو كيما قال له اطونسيون الباب يضربه. هي خزر في السيد قال له شو قلت له ديك الكلمه واش معناها؟ قال له اطونسيون. قال له واش معناها؟ قال له هي بالك. قال له يا اي صح جا رايح. كي جا رايح عاود عيط له السيد قال له غدوه ان شاء الله تجي ثاني تسهر معايا. قال له هو غدوه اطونسيون جي اطونسيون ما نجيش. ايوا مو غدوة ذاك ما راح يسهر مع صاحبه. علاش؟ باسكو سافر راح في طيارة. قاعد هو في الطيارة حتى جات ليه لوتيس دولير حبست عنده الدور بالماكلة. قلت له بولي او فيوند؟ خزر فيها هو قلها لاندي هي حارت. السيد اللي حذاه قال له خويا بغيت ترجم له. قال له راي قلت لك تاكل الدجاج ولا اللحم؟ قال له يا ودي فهمتها عند بالك حمار. قال له راني قلت لها الاثنين. السيد اللي ترجم له مفهم والو. الموظفة هذيك سعفته وقلت له هاك البولي وهاك الفيوند. كي جات راح السيد ذاك اللي ترجم له قال له خويا نزيد ندوموندي لك ايش حاجة غاز ولا سي با لابين؟ قال له لا الغاز يضرني. يقول لها تجيب لي سي با لابين. ايه بعد خاوتي هذا كي وصل للدولة اللي كان رايح ليها نهار اللي خرج من الايروبور لقى الفرنسي يستنى فيها باين. واحد الانسان عرضه واحد صاحبه بخير عليه هذاك اللي عرضه قال له غدوه واحد تعشى عندي. السيد هذاك مسكين رايح وفرحان دير لي لي كبده لحم تاع الخروف وشغل يتخايل. نهار اللي لحق عنده باه يتعشى جا السيد حط له طبسي تاع عدس. صار السيد في العدس هاك بعد قال له شتاوي هذا؟ حتى الاخر قال له كل العدس مليح فيه الحديد هياك ليه نورمال. ابري سمانه الاخر عرض هذاك اللي بخير عليه. كي جا قعد عنده حط له طبسي تاع حديد فارغ. خزر السيد هذاك في الحديد قال له قال له الاخر كل حديد مليح فيه العدس. واحد سيد دخل البلديه باه يخرج وراق. كي دخل دار كيما هكا لقى لاشين منها تاع الرجال فيها بزاف ومنها لاشين تاع النساء كاين غير ثلاثه. راح كوف روحه وجابها مع تاع النساء. خزرت فيه وحده قلت له خويا انت قاعد معانا هنا رامينا روح مع الرجال. خزر فيها قال لها عليك شنو بغات رجلها. واحد ليكزامان شغل تاع كل واحد من دوله مريحين هي امريكاني اون فاس للجزائري. امريكاني داير كيما هاك شغل متطورين امريكان. قال له الجزائري عليك داير يدك في ودنك. خزر فيه قال له احنا رانا متطورين خويا. قال له احنا رانا نتريشو نهضرو بالدوره الدمويه. الجزائري داير التريشاج في التقاشير ورقه قاعد هابط ما حتى جبدها. كي جبد ديك الورقه من التقاشير شافو الامريكاني قال له اش هي هذه؟ قال له الجزائري احنا ثان طورنا وفاكس الحقني. واحد الكازيرنا العسكر هي كولونيل يدور برا في الكور ويشوف صعب العسكر راني نقول لك شفت الارمي رجال موستاش صافي الارمي شيف حبيت انورمال او تيغو كيما شغل لي فاملات. قال لك هو لا احكمهم قاع واحد 40 واحد لمدهم قاع حطهم في شالي في شمبرا وعيط الله جودان اني نقول لك اجودان هذا 30 سنه في الجيش رجله. قال له شوف قال له انا نخرج 40 يوم كونجي كي نولي سموني نلقاهم رجال وعسكر صاي. قال له صاي حضرات ماكاش مشكل هذا لاجوداني يهضر كيما هكا. قبضهم 40 يوم خرج الكولوني. نهار اللي كملت ال 40 يوم دخل الكولوني للكازيرنا جيبها في البيرو تاعو ومن بعد استدعاه عيط له مو جودان اروح. راح ليه لاجودان طبطب وحل عليه قال له حضرات ما بغاوش.